إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تمر علينا الأيام والأشهر والسنوات، وتتعاقب علينا الفصول، فيذهب الشتاء ويأتي الصيف، ويذهب الصيف ويأتي الشتاء، وأغلب الناس إلا من رحم الله تعالى في غفلة عن ربهم جل جلاله. وما أراد الله تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما، وما بث فيهما من دابة، وما عاقب فيه الليل والنهار، إلا لنتعرف عليه، وإلا لنتعلق به جل جلاله. فلذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء في تفسير هذه الآية أي ليتعرفون على ربهم جل جلاله. لذلك قال أحد الصالحين: ما خرجت يوما من بيتي ووقع عيني على شيء ووقع بصري على شيء إلا علمت فيه نعمة الله تعالى، إلا وتذكرت فيه ربي جل جلاله. لذلك من أعظم العبادات التي هجرت في هذه الأوقات هي عبادة التفكر بالله جل جلاله. اسمعوا معي أحبتي في الله إلى ما تقوله أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، عندما سألها عبد الله بن عبيد فقال لها: يا عائشة،
ما أعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو علم من يسأل، هو يسأل عائشة من لازمت النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، ومن حفظت عنه الكثير وعلمت منه العظيم. فعندما قال لها ما أعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فبكت، ثم قالت نام مرة بجانبي. وفي أحد الروايات حتى لامس جلده جلدي، ثم قال يا عائشة قلت لبيك يا رسول الله، قال أتأذنين لي أن أناجي ربي؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله يا رسول الله إني لأحب قربك ولكني أحب ما تحب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف بين يدي ربه وبدأ بالصلاة، فقالت فبكى وما زال يبكي حتى بل لحيته، وما زال يبكي حتى بل حجره، وما زال يبكي حتى بل الأرض. فدخل عليه بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، أي يعلمه بصلاة الفجر، فرآه يبكي فقال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال وهنا بيت القصيد وهنا ما أردت، ثم قال يا بلال وهو يبكي يا بلال لقد نزل اليوم علي آيات ويل لمن قرأها ولم يعمل بها. فقال بلال ما تلك الآيات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 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 في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك أحبتي في الله لا بد لنا خاصة في هذه الأوقات عند تبدل الفصول وعند تغير الأحوال، في فصل الشتاء تتغير السماء والأرض والرياح والسحاب والأمطار، وكثير من الناس لا يهتم إلا بمنسوب الماء قل أم كثر، بالثياب وبالموسم وفي البرد وفي غير ذلك وفي الطعام وفي الشراب وفي المدافئ، لا أحد يتفكر من أين أتى الماء ومن أين أتى الرعد ومن أين أتى البرق. لننظر أحبتي في الله إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الفصل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم وحس وأحس بالريح علم ذلك من وجهه صلى الله عليه وسلم، وأقبل وأدبر، يمشي بخوف، يقبل ويدبر، فإذا أمطرت استراح. فقيل له يا رسول الله لما ذلك؟ لما تخاف إذا رأيت الغمام؟ لما تخاف إذا أحسست بالريح؟ فيقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أهلك بهذا الماء أقوام، هذا الماء أهلك فيه أقوام، نوح عليه السلام
عندما عصاه قومه عذبهم ربنا جل جلاله بالماء، فقال جل جلاله: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. بسبب الخطايا والذنوب أغرقهم رب الأرض والسماوات. رفع يديه نوح وقال: ربي إني مغلوب فانتصر. فماذا كانت النتيجة؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. من يومين الجميع شاهد شاشة التلفاز، كأن أشهر ندعو الله: يا رب نريد الماء، يا رب السقيا، اسقينا الغيث. نزل يوم واحد الماء من الصباح للمساء، غرقت الناس والإطفائية والدفاع المدني، وأغلقت الطرقات وألاف الناس بالشوارع. يوم واحد، لسه ما بدأ الشتاء، يوم واحد غرقت ناس. وكم سمعنا في بلدان من العالم أغرقوا بالأمطار وبالمياه. نحن ينزل علينا المطر، بالله عليك هل تفكرت لحظة أن هذا الماء قد يكون سبباً يوما للعذاب؟ يعذب ربنا جل جلاله به أقوام فيحجب عنهم الماء، ويعذب به أقوام فيغدق عليهم الماء حتى يغرقوا. وقد ينزله ربنا جل جلاله رحمة فقال: أرأيتم ما تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب. أنتم بالله عليكم اسألوا ملوك الأرض، اسألوا أغنياء الأرض، اسألوا أهل العلم والتكنولوجيا والأموال، هل يستطيعوا أن ينزلوا قطرة من السماء؟ لا والله. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا أفلا تشكرون؟ هذا هو المقصود، أفلا تشكرون؟ بلى يا ربنا نشكرك فنقول الحمد لله. قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إذا هذا الماء نزل في الأرض وأصبح غائرا في الأرض لا نستطيع أن نصل إليه، من أين نشرب؟ من أين نعيش؟ كل الكائنات الحية هي حية بسبب الماء، وهذا مصداق قول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أثبتت الدراسات أن بين 80-90% من جميع الكائنات الحية مكون من الماء. لولا الماء لهلك كل شيء على ظهر الأرض. ربنا جل جلاله أراد منا أن نتفكر عند نزول المطر بيوم القيامة، فقال جل جلاله: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. عندما ترى الأرض يابسة فينزل الله تعالى عليها الماء فتصبح خضراء مخضرة، تنبت بها النباتات. يريد ربنا جل جلاله من هذا المنظر، إذا مررت أمام البساتين تقول: الذي أنبت هذا النبات هو الذي سينبتنا يوم القيامة. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الأرض تأكل كل شيء، تأكل كل شيء من ابن آدم إلا عشب الذنب، وهي عظمة صغيرة في آخر السلسلة في الظهر، تنبت وينبت منها الإنسان كما ينبت الدقل كما ينبت النبات. لذلك جاء رجل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشرك ومعه عظمة بالية، فضربها بيده حتى صارت ترابا ونفخ عليها في الهواء. قال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد الموت؟ تراب، رماد، راح في الهواء وفي الماء وفي البر. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله تعالى سيبعثك يوم القيامة ثم يكبك على وجهك في النار. ثم قرأ قول الله تعالى في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يا محمد، قل لهم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جمع أب أبناءه فقال لهم: يا أبنائي، إن مت فحرقوني ثم ذروني في الهواء، وفي رواية أخرى: فذروا نصفي في الماء ونصفي في الهواء. قالوا: لم يا أبي؟ قال: إن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. والرواية في صحيح مسلم البخاري. فعندما كان يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم طبعا يخبرنا عن ما سيحدث، هذا لم يحدث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله تعالى للبر أن اجمع ما فيك، وللبحر أن اجمع ما فيك، ثم يقال له كن فيكون واقفا بين يدي الله تعالى. فيقول الله تعالى له: عبدي، ما الذي دفعك لأن تصنع بنفسك هكذا؟ ليش طلبت من أولادك يحرقوك ويجعلوك رماد ويرموك في الهواء؟ قال: يا ربي، خوفي منك. قال الله جل جلاله: بخوفك مني غفرت لك. يا أحبابي في الله، المسلم يتحين اللحظات والفرص والأوقات ليتعلق برب الأرض. في هذا الفصل نسمع أصوات البرق، نسمع أصوات الرعد، ونرى البرق. نحن لسنا كغيرنا، يرجع ذلك إلى الأمور الطبيعية، نحن نرجعه إلى القرآن الكريم. ربنا جل جلاله قال: هو جل جلاله الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. وقال جل جلاله: يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. طلع البرق، يكاد سنا البرق وشدة ضوئه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآية لأولي الأبصار. الرعد عندما نسمعه علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نسبح الله، فقال الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة يا أحبابي في الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا سمعوا صوت الرعد سبحوا الله خوفا من الله. فما بالكم بنحن، ماذا نفعل إذا سمعنا صوت الرعد؟ البرد، عندما تشعر بالبرد، هل أحد منا تذكر جهنم؟ تقول: يا شيخ، شو خص جهنم بالبرد؟ جهنم فيها حر. اسمع معي إلى ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار، أي ربي أكل بعضي بعضه، أي ربي أكل بعضي بعضه من شدة ما فيها من حم ونار وسموم وهب. فتقول: يا ربي، أكل بعضي بعضه. فقال صلى الله عليه وسلم: فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون من الحر في الصيف فهذا من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد في الشتاء فهذا من زمهريرها. في النار طبقة خاصة يعذب الله تعالى بها أهل الشرك والنفاق بالبرد لا بالنار، وتسمى هذه الطبقة بالزمهرير. لذلك عندما وصف ربي جل جلاله
أهل الإيمان في الجنة فقال عنهم: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي أنهم في الجنة لا يشعرون بشدة الحرارة ولا يشعرون بشدة البرد. لذلك أحبتي في الله، إذا جاء فصل الشتاء سارع وتسابق التابعون والصالحون إلى رب الأرض والسماوات. لذلك قيل: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وكان الصالحون رضي الله تعالى عنهم يفرحون أشد الفرح عند مجيء الشتاء، فهذا أحدهم عند سكرات الموت أخذ يبكي، فقيل له: لم تبكي؟ قال: والله لا أبكي خوفا على دنياكم، ولكني أبكي لثلاث: أبكي لظمأ الهواجر، يعني الصيام في الأوقات شديدة الحر، ولكني أبكي لظمأ الهواجر، وأبكي لقيام الليل في الشتاء، وأبكي لتقليب صفحات المصحف. الآن في هذه الأيام يا أحبابي في الله، أطول أيام السنة في الشتاء، أطول أيام السنة في الليل. لذلك الصالحون يستغلون هذه الفرص ويقومون بين يدي ربهم جل جلاله. فربنا جل جلاله وصفهم وقال عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي بين جنباتهم وبين الفرش جفاء كره، لا يرغبون في النوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. وقال جل جلاله في وصفهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. لذلك أخي الحبيب، إن حرمت من قيام الليل طوال السنة فهذه الأيام فرصة أن تنوي وأن تقوم بين يدي ربك، لأنه والله أعظم الإيمان وأصدق الصدق أن تلجأ إلى الله تعالى بينك وبينه. فقيام الليل أنس المحبين، أنس المحبين. المحب أحبتي في الله يبحث عن لحظة يخلو بها مع حبيبه، أليس كذلك؟ يبحث عن اللحظة التي يخلو بها مع حبيبه. فأحب شيء وأحب من نحبه هو ربنا جل جلاله، فلا تفرط هذه الفرصة، ولا تفرط أن تقوم بين يديه في الليل وأن تسجد بين يديه. فربنا جل جلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل وينادي: هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الشتاء أحبتي في الله يكشف صدق المؤمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد،
وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كثيراً من إخواننا من يغيب عن صلاة الفجر في فصل الشتاء، ما السبب؟ يقول: يا شيخ الطقس بارد والهواء بارد والشتاء كثير وقد أتضرر وقد أمرض. هل تحسبن أخي في الله أن ما تفعله يغيب عن الله؟ أبداً. إن الله تعالى شاكر عليم، يشكر لك فعلك. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن حبان بسند صححه الألباني، يقول فيه أنه رأى ربه في ليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى يعني الملائكة، فيما يتسابقون للكتابة وفيما يغبطون أهل الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أعلم. فوضع يده على صدري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، وهكذا الرواية. ثم سأله ربه فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: أي ربي، بالكفارات والدرجات. أما الكفارات فإسباغ الوضوء في الكرهات، ومشي الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلوات بعد الصلاة. فقال ربه جل جلاله: صدقت يا محمد، صدقت يا محمد، من عاش على ذلك عاش على خير. من عاش على ذلك الذي يسبغ الوضوء في المكاره، في شدة البرد، في وسط الليل، في صلاة الفجر، يستيقظ ويتوضأ بالماء البارد أو بالماء الحار، وينزل تحت الأمطار، ويمشي والناس نيام إلى صلاة الفجر طمعاً بالأجور يوم القيامة، هذا تختصم فيه الملائكة، من يكتب له أجره؟ أين أهل الفجر في الشتاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والدرجات إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. ثم قال الله تعالى: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أخيراً أحبتي في الله، أذكر نفسي وإياكم أنه في هذه الأيام نعلم أن إخوة لنا، والله حدثني من أثق به أنه ذهب إلى عرسال من كم يوم، قال: والله يا شيخ، رأيت خيم مليئة بالماء، فيها الأطفال والصغار والشيوخ والمرضى، خيم مليئة بالماء، أهل عرسال لا يعرفون ماذا يفعلون، تقاسموا طعامهم وشرابهم وأموالهم، ونحن لأننا في بعد عنهم كأننا في عالم آخر. أحبتي في الله، قال ربنا جل جلاله في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة. العقبة قال أهل التفسير هي جبل عظيم في جهنم. فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ يا رب كيف أتجاوز العقبة؟ قال جل جلاله: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، أي جلس على التراب لا يجلس ولا يجد ما يجلس عليه، أو مسكينا ذا متربة. إن أعان المسكين واليتيم والفقير، قال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لذلك أحبتي في الله، ساهموا، والحمد لله الآن الجمعيات في لبنان تجمعت تحت اسم واحد، تجمع كل هذه الأموال للإخوة الذين جاءوا إلينا مهاجرين من الظلم والظالمين. نسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يكون معهم.
فلنتفكر أحبتي في الله بهم ولنعينهم، فكما نريد لأنفسنا ولأزواجنا وأبنائنا وبناتنا المسكن الآمن والدافئ من هذا البرد الشديد، فلنعينهم ونكون معهم، فبإذن الله تعالى يعيننا ربنا يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا مهاجرا إلا آويته، ولا مهاجرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب إخواننا في طرابلس الفيحاء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم أعنا في هذا الفصل العظيم على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.